السلام عليكم، ازيكم يا رجاله؟ من كتر ادماني للدات، وانا بجيب للدات بتاعه الشغل بتاعي من بره، انا بستوردها بنفسي. فلقيت الشركه عندها للدايه 300 واط. للدايه دي تقريبا اكبر من الجنيه بشويه، يعني شايفين حجمها يا جماعه عامل ازاي؟ ماركه لومينوس يا دوبك اكبر من الجنيه حبه يعني. المهم عشان اعرف اشغلها استعنت بباور سبلاي و ستيب اب كونفرتر حاجه كده، ده حوالي 600 واط وهي 300، فالدنيا ماشيه حلو. دي بس رؤيه كده للمكان عندي ده ورا البيت، بس ده كده انا منور النور عندي هطفيه عشان تعرفوا المكان عامل ازاي. كده ده المكان وانا طافي النور، حتى يعني في شويه اضاءه في السماء حاجه كده بسيطه. انا كده اوريكم المكان، هشغل الليد واوريكم يعني المكان هيبقى عامل ازاي. انا كده شغلت تاني الفيديو، يلا شغل. بص يا رجاله، الوضع كارثي كارثي بمعنى الكلمه. الجلدايه جايبه من تحت يعني لفوق للمكان كله، يعني في حاجه غلط. انا ما بحركش الجلدايه دلوقتي، انا بحرك فقط الكاميرا، بوريكو بس مداها وقوتها عاملة ازاي. يعني حاجة كده يعني غريبة شوية، بس كده حبيت اشارككم الوضع. السلام عليكم ورحمة الله.